ايه مشكله الاسماعيلي وليه قدم لقاء امبارح فنيا ما هواش يعني زي ما كان منتظر او متوقع؟ هل الثقه زي ما ايهاب جلال قال امبارح؟ اه اللعيبه قدمت مجهود كبير جدا لكن الثقه غايبه، وده هنحتاج وقت طويل علشان نرجع للعيبه حالتها وثقتها في نفسها. تعالوا ناخد واحد من نجوم الاسماعيلي الكبار كابتن احمد قناوي، نعرف منه كده ايه اللي بيحصل في الاسماعيلي. كابتن قناوي برحب بيك وسعيد بوجود حضرتك معايا. كريم صباح الخير عليك، كل سنه وانت طيب والمشاهدين وان طيب بخير وبسعاده، وصباح الفل عليك يا كريم. وانت بصحه وسلامه وخير ورمضان كريم عليك يا رب. كابتن قناوي امبارح الناس زعلت شويه بعد لقاء سيراميكا كليوباترا لانه الاسماعيلي ظهر بشكل فنيا مش حلو، رغم انك تقدمت في النتيجه لكن اللعيبه تراجعت واستقبلت هدفين، وبالتالي يعني خساره ما كانتش منتظره خالص. لكن انت بترجع الخساره دي لايه؟ هل زي ما كابتن ايهاب جلال قال انه ثقه اللعيبه في نفسها لسه فيها مشكله؟ طبعا هي الاسباب المتكرره كابتن كريم، ما نقدرش نقول اللي هي وليده مباراه امبارح امام سيراميكا، هي حتى نفس الاخطاء الفنيه موجوده امبارح هي اللي كانت موجوده قبل كده. كابتن ايهاب امبارح انا سمعته وهو بيتكلم بعد المباراه مع شريف، وكلنا قلنا ان كابتن ايهاب وجوده ضروري الفتره ديت من وجهه نظري انا الخاصه، لان كابتن ايهاب مدرب مصري عنده درايه بالدوري المصري، مدرب عنده خبرات اشتغل قبل كده مع فرق كثيره وكبيره اسمها كبير في الدوري المصري وقدر يعمل بيهم نجاحات كبيره. كابتن ايهاب اهم ما يميز كابتن ايهاب جلال المعامله النفسيه اللي بيقدر يتعامل بيها مع اللعيبه، ودي المطلوبه في الوقت الحالي، ان كابتن ايهاب حط ايده فعلا على اللي هي اهم مشكله عندنا، عدم الثقه. اللعيبه عندها 17 مباراه كسبنا مباراه واحده بس كريم، وده عمرنا ما شفنا النتائج ديت في تاريخ نادي الاسماعيلي، وهي زي ما انا قلت هي اخطاء متراكمه من قبل كده مش وليده مباراه امبارح، ولكن هو في دور كبير على كابتن ايهاب لسه طبعا بقاله اسبوعين ثلاث اسابيع مع الفرقه، ما كملش شهر مع الفرقه، واكيد لسه برضه ما وصلش للتشكيل الامثل بالنسبه له او ما وقفش على مستوى كل اللعيب لغايه دلوقتي لان محتاج فتره، ولكن هو يعني هو حظه سيء ان هو جه في الفتره ديت مع اللعيبه ومع الفرقه في الوضع الحالي، انما نتمنى ان شاء الله باذن الله. انما اهم حاجه يتكلم عليها كابتن ايهاب واللي هي مطلوبه في الوقت الحالي هي عوده الثقه للعيبه انها تقدر، ولذلك بان امبارح في المباراه وفي مباريات قبل كده يا كريم نقدر نجيب جول وما نقدرش نحافظ عليه، نقدر نجيب جول ونتعادل في اخر المباراه، نجيب جول ما نحافظ عليه ونطلع خسرانين من المباراه. ده انا شايف ان هي حاجتين، فقد ثقه الاول في اللعيبه، فما فيش ثقه في انفسهم ان هم يقدروا يكسبوا المباراه، وعدم تركيز بيبقى باين جدا لان في اوقات كتير من نهايه المباراه بيبان علينا ان احنا فقدنا التركيز، وبذلك بيبقى في تمركز غير صحيح بينتج عنه الاهداف اللي بتيجي فينا. طب كابتن قناوي يعني برضو عوده الثقه للعيبه دي محتاجه حاجتين، شغل من الجهاز الفني على الجانب النفسي والتمرينات والاعداد الخاصه بكل لعيب واحد على واحد واوضه اللبس والحاجات دي كلها، لكن كمان محتاجه نتائج. النتائج تقدر تقول انها يعني قريبه انها هتتحسن؟ هل كابتن ايهاب جلال محتاج وقت طويل جدا عشان يقدر يرجع الاسماعيلي بشكله المعتاد؟ طبعا الجانب الاولاني ده مليون المية اكيد الكابتن ايهاب وجهاز الفني زي ما حضرتك قلت يا كريم، الجانب المعنوي والنفسي اكيد من قبل مباراة امبارح، من يوم ما دخل نادي الاسماعيلي ومن اول ما مضى العقد اكيد بيشتغل على الحتة دي لانه هو مدرب كبير وعنده خبرات. الحاجة التانية دي بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ثم اللعيبة، يعني كنت عايز اتكلم معاك برضو يا كريم انما انت خدتني في السؤال ان انا اجاوب عليه بدري شويه. اللعيبه عليها عامل كبير جدا طبعًا جدا يا طبعًا كريم طبعًا. اللعيبه لازم تحس بالمسؤوليه، لازم تحس بقيمه نادي الاسماعيلي، لازم تحس بتاريخ نادي الاسماعيلي. عمر ما الاسماعيلي اتحط في الموقف ده، عمر ما الاسماعيلي الموسم اللي فات في اخر اربع اسابيع القنوات كلها والمحللين كلهم بيقولوا الاسماعيلي ضمن البقاء، عمرنا ما سمعنا الكلمه ديت يا كريم في الموسم اللي قبل كده. يمكن انا افتكر من من من, من 90 لسه بتكلم مع شريف قبل ما اطلع مع حضرتك، من 90 لغايه 97 الفتره اللي بدانا نشتغل فيها بشكل اساسي مع النادي الاسماعيلي عمرنا ما اتحطينا في موقف في, في 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 ترتيب في مركز في جدول الترتيب وكنا رابع فيه، احنا اول ثاني ثالث سبع ثمان سنين سبع ثمان مواسم متواصلين. اللعيبه لازم تحس بتاريخ نادي الاسماعيلي، لازم تحس بجمهور نادي الاسماعيلي عليه العامل الاكبر، وهو بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى نمره اثنين اللعيبه، اجهزه فنيه جت وتغيرت كتير، راح مدربين وجه مدربين واللعيبه هي اللي باقيه. لازم نعرف هنا ان المشكله دلوقتي وحلها ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا ثم استيعاب اللعيبه ومجهود اللعيبه وانكار الذات من اللعيبه يا كابتن كريم. طب اللعيبه عشان برضو انا يعني مش عايز ان انا ادخل في القصه دي ونخبط في وقت ما يبقاش مناسب قوي، لكن هل اللعيبه دي اللي موجوده دلوقتي هل هي اللي تقدر تكمل المسيره
وتقدر تعدل في سلوكها او في فكرها وطريقتها ومعرفتها بقيمه النادي، ولا انت محتاج نوع معين من اللعيبه تتعاقد معاه او تصعده من قطاع الناشئين فتقدر تبقى عندك توليفه مختلفه من اللعيبه اللي عارفه مسؤوليه الفرقه واللي عندها كواليتي فنيه تخلي الاسماعيلي في مكانه؟ اولا الحلول دلوقتي مش في ايدينا حلول كريم، زي ما قلت لحضرتك توفيق ربنا واستيعاب اللعيبه وموجود اللعيبه، وطبعا الشغل مع الجهاز الفني لان انت ما عندكش تدعيمات خلاص، هو امر واقع اللعيبه دي اللي هتكمل معاك لنهايه الموسم. نمره 2، انا شايف ان لعيبتنا يعني في صفقات جت كويسه الموسم دوت، وفي صفقات جت مش مناسبه للنادي الاسماعيلي، وفي بعض المراكز اللي كان المفروض في بدايه الموسم يتم تدعيمها او بين الدورين يتم تدعيمها، ولكن في فرق يا كريم بين انك بتدعم في بدايه الموسم عندك احتمالات بتعاقد فعايز اجيب مهاجم بحط عيني على 2-3 مهاجمين، نجحت مع الاولاني ماشي بخلص معاه، ما نجحتش ببدا اخش على نمره 2، ما نجحتش ببدا اخش على نمره 3، في كل مركز مركز بتكون محضر 2-3 لعيبه فيه، انما بين الدورين مين فرقه هتسيب لك لعيب مميز عندها كريم؟ خلينا صراحه يعني هتضطر تجيب الموجود دلوقتي اللي انت مضطر تاخده المتاح، مش اللي انت هتختاره. في فرق بين بدايه الموسم وبين بين الدورين يا كريم، في فرق مش متاح قدامك غير دوت فتضطر تجيبه عشان الست مركز. انا شايف اهم الاخطاء اللي وقعنا فيها يا كريم ان انت لما شيت لعيبه كويسه مؤثره سواء بيع او استغناء او عقود منتهيه انك ما قدرتش تعوض اللعيبه اللي مشيت دي كم مستوى، يعني حتى لما خدت فلوس ما قدرتش تدعم حد غير متولي، ما قدرتش تدعم حد غير عواد، ما قدرتش تدعم حد غير ابراهيم حسن، غير محمد فتحي، اخرهم طارق طه، اخرهم اسامه ابراهيم. يعني في بعض المراكز كان لازم تدعيم فيها بصفه اساسيه، وخصوصا خط الظهر اللي انا شايفه ان هو اكبر مشاكلنا حتى في الوقت الحالي. في شغل مطلوب من الكابتن ايهاب والجهاز الفني الفتره الجايه صعب جدا 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 كريم. لو اتكلمنا بواقعيه انت محتاج من ال 17 مباراه في الدور الثاني لا يقل عن 8 مباريات مكسب، انت في الدور الاولاني كسبت من 17 مباراه واحده، فامور صعبه جدا محتاجه تفكير عميق من اللعيبه ويعرفوا قيمه وصعوبه الموقف اللي احنا فيه والنادي الاسماعيلي واسماعيليه كلها فيه. طب كابتن النوي خليني اسالك سؤال على مستوى الشخص، انا مخوفني بعض الشيء، المدربين المصريين ايا كان الاسم مين اللي تولوا مسؤوليه الاسماعيلي في السنين الاخيره اتعرضوا لضغوط من الشارع الاسماعيلاوي. اسماعيليه مدينه صغيره والناس بتتكلم في الكوره وبتتنفس كوره في اسماعيليه، فغصب عن المدرب المصري بيسمع حتى لو في يعني الناس عايز تفصله شويه عن اللي بيحصل في الشارع، لكن هو بيسمع وبيشوف وبيقابل الناس وبتاع. هل كابتن ايهاب جلال يقدر في الاجواء دي انه يطلع باقل خسائر ممكنه ويعدي بالمركب لحد السنه الجايه او لحد الصيف علشان يبقى في بقى تدعيمات وشكل مختلف؟ الثلاث اربع شهور الجايين دول القصه هتبقى عامله ازاي؟ جهاز فني مصري سامع كل الضغط او شايف كل الضغط اللي في الشارع؟ اول حاجه ان كابتن ايهاب ان شاء الله قادر، ان شاء الله قادر زي ما قلت لك يا كريم وانت عارف ومصر كلها عارفه قيمه الكابتن ايهاب التدريبيه، وان انا مبسوط جدا ان كابتن ايهاب موجود الفتره دي زي ما قلت لك لاسباب، مدرب مصري زي ما انت قلت، مدرب عنده خبرات، مدرب يجيد التعامل النفسي والمعنوي مع اللعيبه ماشي، فاذا الموضوع دوت موجود. انما ان شاء الله باذن الله ان انا اسمع دلوقتي لبعض الناس اذا كان في هجوم على جهاز او على لعيبه او على مجلس اداره او على اللاعبين مش وقته خالص يا كريم نتكلم في حاجه زي كده. المطلوب حاجه دلوقتي من اسماعيليه كلها، من اكبر واحد في اسماعيليه الاصغر واحد في اسماعيليه، مش في النادي الاسماعيلي وداخل النادي الاسماعيلي بس لا، كله لازم مسانده ولازم دعم للنادي الاسماعيلي مش لافراد ولا اجهزه فنيه ولا بتاع. عندك حق ان في بعض المدربين وخصوصا من اولاد النادي اللي جم اشتغلوا في الفتره اللي فاتت كان عليهم ضغوط كبيره، ولكن جه واحد عليه اقبال كبير جدا وعليه يعني موافقه كل شارع الاسماعيليه موافق على وجود الكابتن ايهاب جلال، فما في ما اعتقدش ان في حد هيقدر يتكلم الفتره الجايه في اختيارات جهاز فني اذا كان اخطات اللجنه الفنيه نجيبه او او او, أو نجحت اللجنه الفنيه تجيبه. اعتقد انه اختيار صحيح 100% من اللجنه الفنيه بقياده الكابتن علي ابو جريش والكابتن عماد سليمان. وجود الكابتن ايهاب جلال في الفتره ديت انا شايف ان هو مهم جدا جدا للنادي الاسماعيلي، ولكن يبقى زي ما قلت لك توفيق ربنا اللعيبه بقى قبل الجهاز الفني، الدعم المعنوي والمسانده من الجماهير ومن اكبر واحد لاصغر واحد في اسماعيليه. ده مش وقت كلام خالص يا كريم نتكلم فيه الاسباب ايه، طب مين، طب ده وحش ده كويس، ده خلاص ده امر واقع، هنكمل الدور الثاني بالمجموعه الموجوده دي وان شاء الله بالكابتن ايهاب جلال وجهازه الفني. بتفق معاك جدا كابتن احمد قناوي، واحد من نجوم الاسماعيلي الكبار، وبشكرك جدا على وجودك معايا نورتني، وبتمنى كل التوفيق للاسماعيلي ان شاء الله مع ايهاب جلال يرجعوا مره ثانيه لمكانهم الطبيعي.